مساء صباح الجميع. الحمد لله أتممت شهادة البي ام بي وأخذتها وأخيرا فاينلي. للعلم أنا كنت أخذتها من أول ما طلعت، كنت درستها من أول ما طلعت، بس للأمانة ما كانت نفس الأداء ولا الإبهار ولا التبسيط اللي بسطه أستاذ إيهاب. سمعت عنك كتير وسبحان الله، الله وفقني إني أكون واحدة من تلاميذك. شكرا كثير، شكرا كثير على الشرح، شكرا كثير على الاهتمام، شكرا كثير على انك ضليتك وراي لحتى ادب الامتحان مع اني ضعفت فتره، على متابعتك لي حتى وقت الامتحان، حتى يوم الامتحان الصبح كنت بتصبح علي وشد همتك وبتشجعني. وللعلم ترى تاخرت نتيجتي، انا ما طلعت نتيجتي مباشره، عدت تقريبا 8 لا اكثر 24، فوق ال 24 ساعه تقريبا لحتى طلعت النتيجه. فكل الشكر لك أستاذ إيهاب، مهما شكرتك ما راح أدي لك حقك من الشكر والعرفان. يعطيكم العافية، وإن شاء الله عقبال الجميع، عقبال اللي ما قدموا، ألف مبروك للي قدموا ونجحوا وحصلوا على شهادة البي ام بي.